مساء الخير. فنان متميز على جبهات متعددة، انطلق من المسرح، حلق في التلفزيون، ولم تغب عنه السينما. برع في أدواره التمثيلية خصوصا في الأعمال التي تناولت قضايا تهم الناس وتعبر عن آلامهم وآمالهم. نال جوائز عديدة وظل يبحث عن الجديد ليقدمه تجنبا للوقوع في النمطية والتكرار. فهل نجح فيما أراد؟ وهل حقق ما يصبو إليه؟ وكيف ينظر إلى واقع الدراما السورية في ظل ما تعيشه سوريا؟ وكيف يصف شراكته الإنسانية مع الفنانة أمل عرفة؟ أسئلة كثيرة نطرحها على ضيفنا النجم السوري الفلسطيني الفنان القدير عبد المنعم عمايري. أهلا وسهلا، شرفت. السؤال الأول هو عن سبب ابتعادك عن الإعلام أو قلة ظهورك الإعلامي إذا جاز التعبير. يعني في عدة أسباب، بس بشكل عام أنا بحس أنه عم بشتغل دائما وعم بطلع بالأعمال اللي عم بشتغلها، عم تشوفني الناس، رد اطلع لهم كمان دائما، مثل منقول لهنا مثل، إذا فتحت البعد الثقافي، المحتوى المضمون الثقافي قليلة نادرة بالفضائيات العربية؟ بعتقد صارت نادرة مو قليلة. عندك تفسير؟ عندك سبب؟ عندك تساؤلات؟ يعني تساءلت كثير حول هاي المسألة. بشوف انه يعني يمكن كونه الموضوع الاستهلاك بشكل عام، نعم، اللي عايشين طغى. احنا بعتقد هو السائد، هو الطاغي، هو اللي صار مطلوب اكثر يبدو، نعم، مع الاسف. حضرتك سوري من اصل فلسطيني، يعني الوالد فلسطيني والام سورية، وفيها اصول جزائرية، يعني وحدة عربية كاملة. كيف يقع عليك ما تعيش سوريا هذه الايام من خراب وقتل وحرب وتهجير والى اخره، وما الذي تتمناه لسوريا؟ بالبداية أنا فلسطيني سوري، سوري فلسطيني، الاثنين مع بعضهم. أنا ولدت بأحشاء أم سورية من أصل جزائري، وعشت بهذا البلد اللي اسمه سوريا، البلد الرائع العظيم، تنفست فيه وأكلت فيه ودرست فيه وتطببت فيه وحبيت فيه وانكرهت فيه وانحبيت فيه وفشلت ونجحت وعشت حياتي ودرست إلى آخره، وحققت كل الأشياء يلي صنعت عبد المنعم عمايري من خلال الناس اللي حبتني واللي احتوتني. يعني أنا فعلا والدتي سورية ووالدي فلسطيني، فأنا بحس أنه أنا نصين. وبهالمناسبة آسف لو طولت عليك شوي صغيرة، أنا كنت عم بشتغل من سنوات عديدة أنا ومجموعة أمهات سوريات متزوجات من غير سوري، من أجل الحصول على أبنائهم على الجنسية اللي هن بيملكوها بالدستور السوري القديم والحالي، وبعتقد أي دستور آخر دائما بالبداية بيكون فيها المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، المرأة نصف المجتمع، وهي كلها كليشيات بنسمعها. مع الأسف هذا الموضوع فترة من فترات تحرك ووقف، لأنه بشوف أنه فعلا إذا المرأة هي نصف المجتمع، إذا فعلا يعني هي تساوي الرجل بكل شيء ولها الحقوق والواجبات نفس الرجل، يجب أن تحصل المرأة على الجنسية. فما بالك شخص عم يولد بأحشاء أم سورية وعندما يخرج إلى الحياة، نعم، والأم ولا يحصل على الجنسية. بعتقد أنه أي واحد من والدته سورية أو والده سوري هو سوري. أنا بيشرفني يكون فلسطيني كتير طبعا، وإلي الشرف والفخر، نعم، مثل ما كنت بيوم الأيام حضرتك تقول أنه أحد أمنياتك تحصل على جواز الفلسطيني، أو أنك أنت بتعتبر حالك فلسطيني مثل وحصل أي واحد تاني، نعم، نعم. وأنا إلي الشرف أني أنا أصولي فلسطينية وجذور فلسطينية، وإلي الشرف كمان أني هو الحقيقة سوري. طرحت شغلة مهمة جدا، يعني بعدة بلدان عربية منها لبنان وسوريا وبلدان أخرى لا يحق للمرأة أن تعطي جنسيتها لأبنائها، وهذا حيف وظلم يقع على المرأة. مع الأسف نحن بس شاطرين بالحكي وبأنه المرأة وحرية المرأة وهي نصف المجتمع، وهي بتصير بلحظة وزيرة وممكن تصير إلى مكانة كبيرة بالمجتمع، ولكن عندما يحق الحق أو عندما تتحدث بهذه المسألة خلص أوكي، إذا الأب متزوج من أي جنسية أخرى هذا لأنه رجل يحق له ولا يحق للمرأة، ومع أنه بالقوانين والدساتير المرأة لها نفس الحق. فأنا بستغرب، إن شاء الله يعني هذا الموضوع ما قلت لك اشتغلنا عليه احنا
شيء له علاقة بمجتمع مدني يعني بسوريا. إن شاء الله بنوصله يعني هو سواء في لبنان أو في سوريا أو في أو في أي بلد عربي إن شاء الله. أنا بعتقد إنه بسوريا هو تحرك الموضوع، لكن نتيجة الأزمة اللي موجودة. طيب السؤال الأساسي يعني الأزمة وما يحدث في سوريا كيف انعكس عليك وشو اللي بتتمناه للشعب السوري ولسوريا؟ أول شيء أنا يعني ما بفصل حالي، بحط حالي داخل المسألة. أول شيء انعكس بالتأكيد على كل الشعب السوري سلبا من كل النواحي الاقتصادية والإنسانية والحياتية، وهذا شيء مؤسف الحقيقة. يعني هذا يعني ما كان الواحد يتخيله نهائيا، يعني ما كنت أنا بيوم من الأيام بتخيل ولا كأنه حتى إذا كان كابوس أو حلم. بأسوأ الكوابيس، أسوأ الكوابيس مع الأسف الشديد. يعني الوضع اللي يلي الشعب السوري وسوريا عايشته، أنا يعني لا أتمنى لهذا البلد العظيم ولناسه اللي أنا احتووني واللي أنا عشت بيناتهم، وبعمري ما حسيت حالي إنه في فرق بيني وبينهم لأني أنا منهم بالأساس. بيحرقني كتير وبوجعني كتير لما بشوف أي أم مفجوعة على ابن مات أو أي طفل على أبوه أو بشكل عام. أنا بتمنى يا رب هاي الأزمة مع أنه طولت تروح للحل، لأنه هذا الشعب العظيم بيستاهل أنه يعيش مع بعضه ويحب بعضه ويعيش بسلام وبأمان، لأنه سوريا عمرها 10,000 سنة. سوريا بعتقد، وهي أمنيات يعني، وأنا عم بحكي فعلا بالجانب الإنساني أكثر ما فوت بالسجال المطروح مع الأسف دون أن نصوب على المشكلة الأساس. أنا بتمنى يا رب هيك يعم السلام ويعم الخير على كل الشعب السوري من أوله لآخره. والبرنامج على كل حال له هدف إنساني يعني وثقافي بعيد نسبيا عن السياسي، ما بدنا ندخل في متاهات سياسي، ولكن أثر ما يجري في سوريا على الدراما السورية، كيف بتشوف انعكاس يعني الأحداث السورية على الدراما السورية اللي كانت منطلقة انطلاقة كبيرة قبل الأزمة؟ تمام. زايل احنا بنشتغل بالجمال، يعني بنشتغل بالفن اللي هو الجمال، وهو الحب اللي هو التضاد او ضد العنف. ما فيني احكي بالعنف وما فيني اشوف العنف، وحتى اذا بدك تحكي عن العنف بشكل او باخر لازم يكون في عندك مسافة بينك وبينه، وتحكي عنه بالشكل الثاني، تاخذ زوايا مضيئة من المسألة وبتحكي عنها. بالتأكيد هذا رح ينعكس على كل المجالات ليس فقط على الفن. بس الشيء المبشر والشيء هذا اللي أنا طبعا بوجه تحية لكل الناس اللي عم يشتغلوا ضمن هذه الظروف، الدراما السورية بعدها عم تشتغل وفي أعمال عديدة. بجوز النسبة خفت، بجوز يعني كان ملفت السنة الماضية أنه 21 عمل درامي برغم الحرب ورغم الظروف، يعني عدد لا يستهان به 21 عمل. طبعا أنا بوجه تحية لكل الناس اشتغلوا. السنة الماضية كنت مبتعد تماما، ما صار مجال أني اشتغل، في شيء ما زبط، في شيء ما الحالة النفسية كانت شوي. بس بعتقد أنه رغم كل هذه الظروف في ناس عم تشتغل، في ناس عم تحرك، لأنه الحياة بدها تمشي والفن هو جزء من الحياة. يعني المسألة ليست فقط ممثلين عم يمثلوا، في كوادر كبيرة عم تشتغل ضمن هذه الصناعة يلي نهضت بالسنوات الأخيرة بسوريا، لدرجة إنه في عندك مجموعة من الفنيين، مجموعة من العمال، مجموعة من فرص عمل، يعني صناعة بحد ذاتها. تماما. هلا في نوع فنون أحيانا بيزدهر بزمن المعاناة، بزمن الحروب، بزمن بتشوف يعني رب ضارة نافعة بشكل من الأشكال، يعني بإنعكاس المعاناة والأزمة على الفن. هذا بعدين، هذا أنا بعتقد دائما بيتخمر يمكن. تماما. أنا ضد أي شيء انفعالي بيصير، لأنه مجرد ما حكيت بنفس اللحظة لازم يكون في مسافة، لأنه الفن الانفعالي اللي ترجيعه قريب أنا بشوفه فن يعني مثل ما بيقولوا بينسلق بدك بهالكلمة. بس أنا بشوف أنه تحتاج المسألة إلى وقت، ولكن بالتأكيد هاي المعاناة وهي الأزمات بالتأكيد رح تولد فن عظيم، وخاصة أنه الدراما السورية كل عمرها بتتناول الناس المهمشة، بتتناول الأشخاص البسيطين، العشوائيات، الناس الفقراء، الناس العاديين يلي مثلي ومثلك بتشوفهم بالشارع من لحم ودم. برأيك اقتربت الدراما السورية من هموم الناس؟ يعني جداً. قدرت تعبر عن شرائح اجتماعية
مهمشة فعلا وأن تتناول قضايا الناس الفعلية والجوهرية؟ هذا بعتقد هو أهم ما يميز الدراما السورية خلال السنوات الأخيرة. وأهم وحتى سابقا إن لامست هموم الشارع ونبض الشارع والناس وحكت عنهم بطريقة كتير حقيقية، لدرجة إنه الناس بتشوفنا حتى بالوطن العربي ككل. يعني أنا بس سافر على أي مكان بيقولوا لي كأنك عم تحكي عننا، مع إنه هو بجوز عايش بالمغرب وأنا عايش بسوريا. لا فعلا لامست الدراما السورية هموم المواطن العربي بشكل عام والمواطن السوري بشكل خاص. ما كانت عم تهرب أحيانا على التاريخي وعلى الفانتازيا وعلى ما يسمى البيئة الشامية القديمة وأشياء من هذا القبيل؟ هذا نوع لا. أكيد كان موجود، ولكن الدراما لم يلغي الأشياء الأخرى. الدراما الاجتماعية المعاصرة بالعكس هي اللي حققت هذا، وفيني أذكر لك أعمال غير متناهية بقيت بالذاكرة وموجودة إلى هلا إلى الآن وتعاد حاليا ببعض المحطات والناس إلى نسبة مشاهدة كبيرة كتير. ليش ما شاركت بالجزء الثالث من الولادة من الخاصرة؟ يعني هل للسبب اللي كنت عم تحكي عنه قبل شوي أنه الأعمال الانفعالية القريبة من الحدث، أم أنه الدور انتهى والشخصية انتهت بالجزء الثاني؟ انتهت بالجزء الثاني ولم يعرض علي نهائيا، يعني ما انكتب دور أصلا. نعم. من الأساس لم يعرض عليك المشاركة بالجزء الثاني؟ لا لا لا، ما كان في دور، يعني كان الكاتب. نعم. موقفه يمكن بعتقد هيك. تحرر الدراما السورية من البطولة المطلقة أو من بطولة النجم الواحد، يعني ما عم نشوف بالدراما السورية عدة نجوم عدة أبطال بالعمل الواحد، أدا كان لمصلحتها وكيف بتشوف هذا الأمر؟ بشكرك على هذا السؤال. فعلا أهم ما يميز الدراما السورية. نعم. عن الدرامات الأخرى وتحديدا المصرية هو أنه في البطولة الجماعية وما في دور مفصل على ممثل بيقولوا نحن عم نشتغل بالمسلسل تبع الفلان الفلاني. لا. نعم. كانت كل الأدوار هي أبطال، حتى أحيانا بتلاقي أدوار صغيرة وأنا من الممثلين أحيانا ينعرض عليه دور مثل ما بيقولوا من الجلدة للجلدة أو يكون بطل مطلق، ولكن بلاقي أنه في دور بخلال النص عدد مشاهده أقل بكثير ولكن فعال ومهم بالنسبة لي وبيستفزني فأنا بروح عليه. فعلا في شيء اسمه بطولة جماعية، فترة من الفترات مرقت فيها الدراما السورية لما كان الممثل منتج كان يفصل، طبعا ما استمرت كثير هي الظاهرة. لا. استمرت فترة يفصل المسلسل كله على قياسه كونه هو بيملك رأس المال، بس سرعان ما هذه المرحلة أو الموضة إذا بدك وقعت لأنه رجعت لأصول الدراما السورية. سنتابع بكل هذه العناوين، ولكن اسمح لي أن توقف لحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيت القصيد على اسم البرنامج نفسه، نتمنى تنضموا لهالصفحة. وضيفنا الليلي الممثل والنجم السوري الفلسطيني عبد المنعم عمايري. أستاذ عبد المنعم، وصلنا إلى فقرة كلام يوصل، وأول كلام رح تسمعه الليلي هو من الفنان والصديق جهاد سعد. عبد المنعم عمايري ظاهرة فينومين صعب تتكرر بسهولة، لأنه جمع بين عدة مواهب، يعني هو موهوب وجمع بين عدة وسائل تعبير من الإخراج المسرحي والتأليف المسرحي والتمثيل المسرحي ونجومية التلفزيون بأدواره اللي كتير مميزة، حب الناس لإله، هذا كله كوم، وحيوية وديناميكية وقلق ورومانسية عبد المنعم عمايري هذا بحر تاني، لأني أنا بعرفه من لما كان طالب في المعهد، بعرف طموحه، بعرف ديناميكيته، بعرف ثقافته الخاصة، قديش هو تعب على حاله لحتى قدر يعبر عن نفسه بهيدي الطريقة. عبد المنعم
المنعم حالة فريدة، فريدة من نوعها، طفل ما زال ينمو، ما زال يحبو في سبيل شيء ما، يبحث عنه باستمرار، بكل لحظة عنده هاجس البحث، عنده قلق، قلق انه يعمل شيء جديد او يبدع شيء جديد. ودائما عبد المنعم عماري بيحسسك انه هو مضطر يروح، ما بتعرف لوين، ما بتعرف من وين جاي وما بتعرف لوين رايح. دائما في لحظة بيبحث عنها، بده يدخل فيها، بده يحاول يشوفها، بده يحاول يفرجينا اياها، سواء رؤيته بالمسرح او كمخرج او ككاتب، او طريقة تمثيله الخاصة الحساسة الشفافة بالتلفزيون. اتمنى لك استمرار ناجح واستمرار قوي، وانك تبدع وتعطي وتبقى وتسابر على عطائك لآخر لحظة من حياتك. وأنا بحبك. سؤال بسيط كتير، بس هو مانو بسيط. إمتى رح يجي الوقت عن قريب إن شاء الله تقف أنت قدام كاميرا السينما وأنا وراها، وأنت بالصالة أو على الخشبة وأنا معك على خشبة المسرح؟ أتمنى يكون هذا الشيء عن قريب. شكرا لجهاد سعد على مداخلته وعلى سؤاله. تفضل. يعني شكرا كثير طبعا له على مبين بحبك. اي الله يكثر المحبين. لا الاستاذ جهاد سعد الحقيقه هو يعني اذا عم يحكي عن الحيويه وبيحكي عن الطفل، فعلا هو موجود فيه، عنده طاقه ايجابيه استثنائيه. وبهالمناسبه بحب بارك له على مشروع التخرج، عم يشتغله مع الطلاب رغم ايضا الظروف. عم يشتغل مسرحية مع طلاب التخرج، وأنا فعلا جهاد سعد هو صديق وهو فنان، يعني بأخذ منه كتير أشياء، وخاصة فكره المبدع دائما إن كان بالمسرح. هو من الأساتذة اللي أنا تابعه كنت حتى قبل ما أدخل موضوع الإخراج المسرحي. بالنسبة لسؤاله، في أكثر من مشروع الحقيقة، هو كاتب فيلم سينما إن شاء الله، هذا رح أكون أنا موجود. هيتكون حكيم بالموضوع. ايه حكيم بالموضوع. وبس بقيان لحتى الظروف تصير يعني تكون مناسبة. نعم. وبالنسبة للمسرح كمان أيضا في مسرحية هو حيمثل فيها وحكون أنا المخرج، وربما كمان العكس. كل حال رح نوصل على المسرح ونحكي يعني بالتفصيل عن المسرح. بس قبل، شو قصة هيدي؟ يعني الواحد ما بيعرفك من وين جاي ولا وين رايح، عشو بتدل؟ يعني ما بعرف. هو هل في بتعيش في حالة قلق؟ ما في هذا موجود، بس في إيقاع سريع بالحياة يعني. نعم. كانوا يقولوا من زمان، هلا يمكن خفت المسألة شوي على هيك، كل ما عم يمرق سنة عم نكبر شوي عم تخف. كانوا يقولوا مثلا إنه في 12 عبد المنعم عماير، يعني كون قاعد معك بهاللحظة. نعم. فقال لك دقيقة بس رايح على التواليت، ومي لاقيني واحد بالشارع الثاني بكافيه تانية أو بقعدة تانية، فيقول له كان قاعد معي بهاللحظة، قال له لا يختلفوا، يقول له لا قاعد معي، فهو رد ارجع أنا كمل الحديث هون وإلى آخره. ما بعرف إمتى بيجي وإمتى بروح. أحيانا بنزل من البيت بيكون في بالي مشوار رايح عليه، فبشوف شخص بيتغير، ممكن غيب يوم. لا. كامل ما بعرف وين. طيب دليل حيوية هاي ولا دليل فوضى؟ لا هي فيها فوضى وبنفس الوقت في عدم تنظيم. في عدم، لا بس في أمور مبدئية هي مستحيل يعني. لا. إن ملتزم بمواعيد التصوير وبهالقضايا. لا هي مسألة هي مسألة إنه هاي لهذا الحكي من 20 سنة، ودائما بقوله لطلابي حتى بالمعهد إنه اليوم الوحيد، اليوم اللي بيمرق عليه بتأخر فيه دقيقة على التصوير بترك المهنة نهائيا، أنا مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. التزامي بمواعيدي، التزامي بحفظي، في بعض القضايا اللي يمكن بتخصني ربما أكون مهمل فيها، بالإضافة لموضوع الأولاد، أنه أنا إلي من وقت ما دخلوا بناتي على المدرسة إلى الآن في الساعة 6 إلا ربع، حتى لو نايم الساعة 5 الصبح، يعني في عندي صار ساعة. نعم. بيولوجية خلص برمجت علي. يعني موضوع الأولاد، موضوع البيت، هذا أكيد فيه التزام غير عادي. الله يقويك. بعد الكم الكبير من الأعمال التلفزيونية اللي شاركت فيها أستاذ عبد المنعم، شو هي الخلاصة أو العبرة؟ إنه أنت بتشتغل 18 أو 17 ساعة باليوم كطالب، من الحركة المسرحية للريتميكا بلاستيكا للإيقاع للموسيقى للرقص الشعوب للحركة المسرحية للقتال المسرحي للصوت للإلقاء لفن التمثيل لكل أدوات هذه الممثل داخل ورشة عمل دائمة لمدة 4 سنوات، ونظام قاسي جدا 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 جدا، يعني ما في شيء اسمه غياب، ما في شيء اسمه تأخير. هاي مسألة كتير مهمة. فبيطلع عنده أدواته متمكن منها،
مبادئ والتقاليد الأخلاقية اللي أنا بشدد عليها دائما، من الالتزام لاحترام الشريك لاحترام الآخر، هي كلها مسائل وكأنك عم تعيد صياغته النفسية والفيزيولوجية كاملة والذهنية لتقدمه بشكل أو بآخر لحتى يعني نحن نعرف تاريخيا أنه كان في أساتذة من عيار فواز الساجر مثلا وآخرين كثر يعني، ولكن ذكرت فواز الساجر على سبيل المؤسسين المعهد طبعا. نعم. المسرح برأيك هل يطرح قضايا الناس الجوهرية؟ وإذا كان فعلا يفعل هذا الأمر، ليش الناس مبتعدة عن المسرح؟ يعني ليش ما نشوف الإقبال الشديد على المسرح؟ هي مناسبة لحتى أحكي من خلال برنامجك، فعلا المسرحيات اللي قدمتها هون أنا مالي صعيد الاستعراض بقدر ما نذكر الوقائع، إن كان بصدى عام 2000 تقريبا 2000-2001 بوجود ممثل أستاذي كان غسان مسعود، وأيضا زميلتنا ببدايتها كانت أول مرة تشتغل يعني كانت بعد التخرج سلافة معمار. هذه المسرحية كانت من تأليفي وإخراجي وحصدت إقبال جماهيري استثنائي، يعني لم يبقى محلات قبل بعشرة أيام أو 15 يوم. قديش اشتغلتوا؟ مو أكثر من شهرين، يعني مو أكثر من شهرين. أسسنا نظريا بكل المسائل من خلال ورشة عمل من خلال نقاش، والموضوع كانت المادة، حاولت أدخل بمادة حياتية أكثر ما فوت بالشيء التجريبي أو الشيء اللي ربما يكون فيه بحث أكثر على مستوى الشكل، كانت العبارة عن قصة بسيطة كتير بس معالجتها مسرحيا، كانت ما هو مصير الحب بعد الزواج، زوج وزوجة وفنان تشكيلي وتبدأ ومجموعة أسئلة هل ينتهي. يعني بتشوف أنه لما بتنطرح قضية إنسانية جوهرية تجذب الناس؟ هلا هي أكيد بالتأكيد هذا الموضوع بيلامس كل الناس، أنه ما هو مصير الحب بعد الزواج، فهي مجموعة أسئلة مفتوحة. هي كانت يعني مسرحية بتلامس كل الناس، وبالتالي صار في تقريبا إجماع حولها، انحبت كتير إن كان بعروض دمشق أو بعروض تونس. بس الفجوة الموجودة بين الناس والمسرح برأيك مش سببها، يعني أحد أسبابها هو إغراق أحيانا المسرح بقضايا بعيدة عن الواقع إلى حد ما، خصوصا مسرح تجريبي على وجه الخصوص؟ هلأ جيت عملت فوضى نفسي أنا، بعتقد مسرحياتي رغم أنه كان في بعضها فيه شيء مثل فوضى مثلا أو تكتيك، يعني رغم أنه كان فيه شيء من اللي أنت عم تحكي عنه، ولكن كان الإقبال بمسرح الحمراء بكل العروض على الدراج حتى بالمسرح البلدي بتونس لعرضين كان كمان أو بالقاهرة عرضتها، كان في إقبال جماهيري غير عادي، وكان يحضرك كل الشرائح، مو هالميتين واحد أصدقائنا اللي بس نخلص نطلع نختلف ونتناقش وشي حب وشي ما حب وتاني يوم خلص وكأنه عامل المسرحية. أنا ما عم بعمل المسرحية لأصدقائي فقط المثقفين والمسرحيين، موجودين حيكونوا بالتأكيد أو النقديين أو اللي لهم علاقة بالمسرح، ولكن أنا بعمل المسرح لكل الناس. يعني إذا ما كان المسرح بيلامس فعلا نبض الشارع اليومي ما له طعمه، ما في داعي تشتغله. صحيح. وينك من المسرح حاليا؟ يعني في عندك مشاريع مسرحية بتفكر أن تعود إلى المسرح ولا هجرته إلى التلفزيون نهائيا؟ لا أنا عم بحكي لك هذا، يعني تقريبا كل سنتين كنت أقدم مسرحية من تأليفي وإخراجي، ابتداء من صدى لفوضى. فوضى قدمتها بال 2005 وشاركت مهرجانات عديدة وحصلت على جوائز دولية عديدة، وأيضا ترجمت إلى اللغة التركية وعرضتها بمسرح بلدية اسطنبول، والعرض استمر لمدة سنتين ولاقى نجاح كبير، ترجمة ترجم إلى التركي، وعملت كاستنج من بممثلات أتراك محترفين وأنا أخرجت العمل. وفيما بعد بال 2008 عملت تكتيك مسرحية كانت كبيرة كتير بمشاركة، أيضا جبت نجوم التلفزيون يعني حتى على المسرح. مثل مين؟ فايز قزاق، قاسم ملحو، رغد شعراني، وكان في فرقة رقص كبيرة، وكان في مجموعة كبيرة أيضا من الشباب اللي كانوا طالعين، أسامة حلال لهم أسماء يعني موجودين بحبوهم بالشارع ومن الشباب الجداد اللي كانوا موجودين. وتقريبا هلأ في نص بين إيدي اسمه ترانزيت كتبته جاهز هذا، بس عم نستنى الظرف المناسب لحتى نقدمه. نعم ان شاء الله بنشوفه يعني قريبا على الخشبي. حضرتك يعني بالمسرح كاتب ومخرج وممثل واستاذ، شو هو دور المسرح الرئيسي برايك؟ شو وظيفه المسرح؟ انا ما راح احكي بالشعارات الكبيره يلي تنحكى، لانه انا بعتقد انه في فتره من الفترات
وتحديدا المسرح العربي بشكل عام والمسرح السوري اذا بدنا نحكي. في فتره من فترات كانت الايديولوجيا هي المسيطره، يعني الايديولوجيا تبع الفكر الكاتب تسيطر على الماده المسرحيه اللي بدك تقدمها، فبالتالي انت عم تمثل افكار اكثر ما عم تمثل اشخاص من لحم ودم. هي كانت احد الاشياء يمكن بفترتها بالستينات وبدايه السبعين، هذا يمكن كان بفترتها مسرح سعد الله والنوس مثلا. مع الاحترام الشديد انا بشوف مسرح محمد المغوط، محمد المغوط بدرجه اقل. ولكن بالنسبه لمسرح الاستاذ الكبير سعد الله والنوس انا بشوفه كتب ادب مسرحي عظيم يقرا. ولكن عندما تريد ان تشتغل عليه عليك اعاده صياغته مرات عديدة لكي يعني، وهذا يمكن يزعل كثير ناس مني، لكي يصلح لأن يكون على خشبة المسرح. مع أنه في مسرحيات يعني أصبحت جزء من ذاكرة المسرح مثل حفلة سمر. تمام أكيد أنا أقول لك أنا يعني مين أنا لا سمح الله لحتى أقلل من شأن كاتب كبير، هذا ليس ضرورة تقلل، بقول لك حق تعطي رأيك يعني بهذا الإرث. هذا الرأي بفترة من الفترات كان يعتبر كفر. ويعتبر وكأنك أنت يعني أصبحت خارج المكان وربما تحارب وربما يأخذ منك الكثيرين مواقف شديدة، ولكن أعتقد من خلال مجموعة التجارب اللي اشتغلتها أنا أو كان أساتذتي اللي موجودين، هذا ما معناته أنه تخلينا عن النص الكلاسيكي الموجود. ربما إذا بيوم من الأيام قررت أن أشتغل على نص للأستاذ الكبير وإلي الشرف سعد الله والنوس لن أقدمه كما كتب، لأنه ليس مقدسا، يجب أن تعاد صياغته لكي يصلح لهذا الزمان وهذا الوقت. عنده نصوص مهمة جدا، ولكن أنا بشوفها نصوص أدبية تقرأ، وعندما تريد أن تشتغل عليها يجب عليك أن تعيد صياغتها مرات ومرات. بكل حال وجهة نظر يعني تحترم وقابلة للنقاش في نفس الوقت. دعنا نتوقف للحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع الفنان عبد المنعم عمايري، ايضا بكلام يوصل كمان راي هذه المره للكاتب والصحافي الاستاذ سامر اسماعيل، نستمع اليه سويا. مسرح عبد المنعم عمايري تجربة حاضرة في الذهن دائما، كونها تجربة امتدت على مساحة أكثر من عرض مسرحي، لطالما عبرت عن ذلك في الصحافة السورية أو الصحافة العربية. استطاع عبد المنعم أن ينقذ المسرح السوري إذا جاز التعبير من كليشيهات دخل فيها لمدة عقود. هذه الكليشيهات للأسف الشديد في معظم التجارب ذهبت نحو التفاصح على الجمهور وذهبت نحو صيغ خلينا نقول أقرب إلى الأدبية، لم يتم تخليص النص المسرحي من أدبيته الخرساء والوصول إلى بنية عرض مسرحي له علاقة بالصراع، له علاقة بما يحدث الآن، الراهن المهم الطازج الصادم أيضا كان في هذه التجربة. أعتقد أن عبد المنعم يشتغل اليوم أكثر فأكثر على بنية هذا العرض، على تخليص العرض المسرحي من خلينا نقول كليشيهات يعني سيطرت عليه لمدة سنوات طويلة. لذلك أعتقد أن الخلاص إلى ممثل
قادر على أن يكون ممثل مسرح الكلام لا مسرح اللغة هو أهم عنصر من عناصر التجربة التي اشتغل عليها عمايري. لذلك نحتاج اليوم هذه التجربة أن تكون حاضرة سواء في سوريا على المسارح السورية أو سواء على المسارح العربية. أفتقدك صديقي عبد المنعم عمايري اليوم في دمشق، وأعتقد أنني أريد أن أسأل سؤال هنا له علاقة، أي مسرح اليوم يفكر به عبد المنعم عمايري بعد 3 سنوات من هذه المأساة السورية؟ شكرا جزيلا، والإجابة عند حضرتك. أول شيء أنا فعلا يمكن قد يكون هذا المكان الوحيد من خلال ال20 سنة يلي كان عندي مساحة أني أحكي فيه عن المسرح ببرنامجك. طب أول شيء يعني ما بعرف شو السبب. هلأ هو يبدو ما في ذاكرة ببعض الأحيان، بس تكتشف أنه في شيء لما تشتغله أنت من قلبك وحساب وقتك وبيتك وحياتك وحساب كل شيء، في حدا بعده بيتذكرك بهي المسألة، وعم يذكروني بالمسرح أكثر ما يذكروني. لا مهم اللي قاله يعني تماماً سامر يعني تماماً. بس يبدو يعني بالإعلام العربي بشكل عام وبكل لقاءاتي يبدو هذا هي المساحة ما عندهم فكرة عنها. نعم. بس بيكتفوا بالوجه التلفزيوني يعني تماماً اللي بيشوفوه تماماً بالمسلسلات والأعمال الدرامية. أنا هذا الجانب يعني هو أساسي يعني يمكن إذا أنت ابن المسرح تماماً أساساً. تماماً. وهي التجربة بتروح ما بتنحكى عنها، ممكن تعمل دور صغير ينحكى عنه أكثر من مسرحيتين أو ثلاثة أنت شاغلهم أخذين جزء من حياتك. على كل بشكر الأستاذ سامر الصديق فعلا، يعني أنا بحب كتاباته وبحب شغله أيضا المسرحي وهاجسه وهمه المسرحي، وقدم مسرحية مؤخرا كمان عملت صدى كتير مهم ليلي داخلي. أنا المسرح يلي بيشغلني هلا هو على مستوى المادة أو النص لا. أو لا أنا مع الحب هلا، لأنه بشوف ليه؟ الحب ضد العنف. وهالعالم يعني عالمنا ينقص حب تماماً أساسا تماماً في كثرة ضغائن وأحقاد وتشظيات. أنت بدك تجي تحكي عن الحب بهالفترة، ومن خلال الحب أنت بتقاوم العنف وبكل أشكاله الحب، وممكن ينطرح بأي طريقة. ترانزيت بتحكي عن الحب، الحب للوطن، الحب العودة للوطن، الحب. أين أنا من دمشق؟ يعني أنا موجود بدمشق، عم بنزل وبطلع بشكل مستمر، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية نحسن نحقق هذا المشروع ونكون أنا وياك سامر مع بعضنا نشتغل فيه للمشروع سوا. يعني من فترة كان ضيفنا المخرج السينمائي المعروف الأستاذ خالد يوسف، كان عم يحكي لي نفس الفكرة عن فيلم سينما، أنه عم يشتغل فيلم قصة حب. يعني بعد ما اشتغل عدة أفلام لها علاقة بالواقع المصري بتعرفه بالعشوائيات وبهالقضايا هاي، بعتقد فعلا الناس يمكن بحاجة انها تشوف شيء من هالنوع سواء بالسينما او بالمسرح. خليني اجيب لك شغلة هيك انا مرة قلتها. مرة كنت قاعد على التلفزيون وعم بتفرج، فبتذكر وقت حرب غزة. نعم. وقتها كان مطلوب من الفنانين انه بيتحركوا ويحكوا الى اخره او يشتغلوا شيء له علاقه بالقضيه الراهنه بنفس لا. الوقت فكنت عم شوف، لقيت مشهد معين وام عم تودع ابنها بجيبوا لها شهيد، فبتفوت وشفته لايف، يعني شفته مو انه لايف، بتكشف عن الغطاء وبتطلع فيه وبتسكر وبتقول له بديش اودعك يما وبتمشي. طيب انا بدي اسال سؤال، هل يوجد فن في العالم، أعظم فنان وأعظم فن في العالم أن يوازي هذه الصورة بلحظتها؟ بالتأكيد لا. سيسقط أي فن. أنا بشوف، عشان هيك دائما بقول لك المسافة والبعد والوقت. أنا بشوف أنه لما بدك تحكي عن العنف وأنت عم تشوفه بشكل يومي على شاشات التلفزيون، بعتقد أنه لا، أنت لازم تبحث عن جوانب أخرى تقرب الناس من بعض. هو الحب المفقود اللي موجود هو بس مخبى، صار ليش ما بنرجعه على السطح مره ثانيه؟ هذا هو المهم بالنسبه لي بهالفتره. وشو اللي بيرجع الناس على المسرح برايك؟ لما تقدم لهم عمل محترم ويلامسهم ويحترم ذوقهم الفني، ما تقدم لهم شيء. هل قادر المسرح اليوم على المنافسه بعصر الصوره، بعصر الميديا الحديثه، بهالمحمول الصغير اللي حاملينه بايدينا العالم كله بكم كبسه بتدخل عليه؟ يعني بجوز فكرني عم بالغ، بس فعلا لما قدمنا المسرحيات انا او حتى
زملاء لإلي، يعني مشان ما تكون المسألة فقط محصورة في أساتذة كبار، أنا تعلمت منهم موجودين فعلا. الجمهور عم يجي على المسرح وبكثافة، بس لما يلاقي مسرحية عم تحترم ذوقه وتحترم ذهنه وتحترم أفكاره وبتلامسه رح يجي يحضر المسرح أكيد، وحيكون كومبلي، وفي جمهور مسرحي في سوريا مثل ما في جمهور بالوطن العربي. من المسرح للسينما أيضا، عندك يعني تجربتك يعني متعددة المجالات بالمسرح والتلفزيون والسينما أيضا. آخر دورين لحضرتك كانوا بفيلم العاشق لعبد اللطيف عبد الحميد، وصديقي الأخير لجود سعيد. يعني أمتى بتقلك السينما بتعيط لك بتناديك بتاخدك لعندها؟ يعني هلا انا قياسا بتجربتي الطويله يعني بالتلفزيون، يعني بالتلفزيون من وقت ما تخرجت الى الان، يعني بدايه التسعينات، لانه السينما اصلا ما في صناعه سينما حقيقيه بكل ما تعني الكلمه، يعني في سوريا هي عباره عن يعني، وتحديدا بالاوقات اللي نحن اول ما تخرجنا فيها او وصولا، انه بتقدم فيلمين او ثلاثه، فبالتالي انت ما حيكون عندك فرصه لأنك تشتغل بالسينما مثل ما يكون عندك 50 عمل تلفزيوني، وبالتالي فبتصير عبارة عن متعة شخصية ربما. تماما. هلا أنا حظيت أنه بنفس السنة اشتغلت صديقي الأخير والعاشق. العاشق لهلا أنا ما شفته، ما انعرض بعده، لم يتم، معول عليه كتير، فيه بتاخذ وقتك الكافي، فن اللقطة بتاخذ وقتك، خاصة لما بتشتغل مع مخرج مثل عبد اللطيف عبد الحميد. شو اللي بيميز سينما عبد اللطيف عبد الحميد؟ يعني في تكثيف اللحظات، مسحه رومانسيه، هذا كلياته بالتاكيد، بس هو يعني انا من خلال تجربتي مع عبد اللطيف لقيت انه هو شخص بيفكر بالبساطه اكثر ما يأدلج المسائل ويحاكيك بالافكار الكبيره والكذا، وهي المساله بسيطه كثير، هو بسيط، هو كبني ادم بسيط، والسينما تبعه بتصل لكل الناس لأنه بتشبهه. فهو شخص بسيط وشخص حالم وطريف أيضا، وصار عنده تجربة منيحة بصناعة الأفلام. أنا كنت كتير مستمتع بالشغل معه، أنا كنت أخذ مساحة من الحرية وكنت على مهلي، يعني عم بشتغل اللقطة ما في حدا لحقني، عيدا مرتين وثلاثة وعشرة إذا بدي، كنت مستمتع، وما بعرف كيف النتائج بتطلع يعني، بس بالنهاية إن شاء الله يا رب يكون العمل منيح. انطلاقا من دورك بفيلم صديقي الأخير، شو رأيك الشخصي بالموت الرحيم أو بالقتل الرحيم؟ حلو السؤال كتير. يعني هلأ هي المسألة يعني بتختلف من شخص لآخر نسبية، ما فيك تحددها. أنا بما يخصني أنا بشوف أنه إذا بدي أتعذب، يعني كنت قاعد عم بتعذب وعايش وانا ما حيكون في امل، لا ريح الاخرين وارتاح. ما في مانع يعني، اذا كنت اوكي، بس اذا بتجي علي انا، بس اذا بتجي على شخص اخر قريب مني يمكن لك لا ما بحسن. يعني اذا قلبنا الدور ان شاء الله ما بتعيش تجربتين، يعني طبعا ما بنتمناها لحدا، ما بتمناها لغيري، بس بس انا بالنسبه لي ما عندي مشكله فيها اذا علي، بس للآخر يمكن أكيد بدي يعني. أنا سألتك سؤال لأنه الفيلم بيطرح هذه الإشكالية. تمام تمام تمام. هو زوجته بتكون مصابة بمرض معين وبتفوت بالكوما، وفيما بعد بيتم عم يسجلها وقاعد هذا للحظة اللي بيقولوا له أنه الدواء يعني خلص، هي بيعمل موت الرحيم. بآخر لحظة بيقولوا له لا التقى الدواء، فهو مو بس بينتحر لأنه بيحس بالذنب، بيقول لو انا تركتها كان ممكن. هو هذا جواب كمان على سؤالك يعني. بالفيلم نفسه ممكن لا اي تمام الجواب. بالسينما بالمسرح بالتلفزيون ايمتى يعني شو السمات اللي بتخليك تقبل دور او ترفض دور بشكل عام؟ يعني بالسينما شوي بعد للعشرة أو بعد للألف. ليه؟ لأنه السينما فن انتقائي. لما بدك تروح على السينما تتفرغ بشكل كامل، أكيد ما حتشتغل شيء آخر جنبا إلى جنب مع السينما، بدها تفرغ كامل. ومو دائما، مو كل يوم عم تشتغل فيلم سينما، فيه فعلا شيء انتقائي. إذا ما كانت المادة كتير كتير مدروسة ما بشتغلها. بالتلفزيون إذا كان العمل بيلامس الناس ويلامس الشارع
وربما ما بيلامسني بشكل أو لا يتقاطع معي فكريا يعني ممكن اشتغله. بالسينما لازم الدور يتقاطع معي بشكل أو بآخر فكريا لأنه هو فن انتقائي. مش معقول بالتلفزيون يعني لازم كل الادوار تتقاطع معك ولا ساعتها يمكن تشتغل لك عملين ثلاثه بحياتك وبتكتفي. بالمسرح بينطبق نفس الموضوع تاع السينما. بالسينما لسه بالمسرح لسه اكثر لانه اللعبه هي بين ايدي انا لاني انا كل نصوصي اللي اخرجتها هي من اخراجي وتاليفي حتى بتدخل بالسونغرافيا. فهامش الحريه عندك واسعه. هامش الحريه كثير واسع. كيف بحلم بالتمثيل بساوي كيف اللغة البصرية كيف فهمي للون وللفن التشكيلي وللشعر ولكل الفنون مع بعضها بحاول حطه بكون مساحة الحرية مثل ما حكيت كبيرة كتير بالنسبة لي. وحلاوة المسرح انه بيجمع كل الفنون بلحظة واحدة يعني. بتكتب حضرتك مسرح موجودة مسرحياتك ككتب يعني المسرحيات اللي كتبتها سواء اللي اشتغلتها أو ما اشتغلتها على الخشبي موجودة بكتب؟ موجودة بكتب. بدمشق عاصمة الثقافة العربية بال2008 انطبع كتاب صدى مع مجموعة كتاب شباب يعني بوقتها ودار نينار طبعت لي كتاب فوضى صدى طبع نسختين بعتقد طبعتين يعني طبعة أولى وترجم لتركي مثل ما قلت لك شغال والدنماركي أيضا مسرحية صدى ومسرحية فوضى. إلى أي حد المسرح هو أدب يمكن أن يقرأ وليس فقط أن يرى؟ هلا أنا يمكن مسرحياتي ما أنا أدب يقرأ. نعم يمكن تقراها بس ما كنت تستمتع فيها لتشوفها لأنه عنصر الفرجة فيها عالي. عنصر الفرجة أعلى بكتير يعني ما فيك اللغة حتى على مستوى اللغة البسيطة اليومية الحياتية ليست اللغة الفصحى القوية والجزلة واللغة العظيمة يعني لا هي لغة شارع أحيانا بتكون. كيف قدرت كسرت النمطية اللي ممكن يوقع فيها أحيانا الممثل يعني بتعرف حضرتك المنتجين والمخرجين غالبا ما بيستسهلوا خصوصا بالعمل التلفزيوني أنني أطروا يعني فنان معين إذا نجح بشخصية بدور يعني يحطوه بهالكادر كل حياته. حضرتك نوعت كتير بالأدوار اللي قدمتها خصوصا عم نحكي عن التلفزيون اللي بتسنى لنا أنه نشوفه يعني أكتر من المسرح وأكتر من أشياء تانية. كيف تكسر؟ بقتله للدور يعني برتكب جرائم قتل دائمة يعني عندما أقدم الشخصية وبتنجح وخاصة بالبدايات. أنت بالبدايات هو بصير هذا الشيء النمطي يعني أنه زبط بدور مثلا بدايتي أول عمل هيك شافوه الناس بالسورية كان دوري صغير أخرس وتقريبا مشلول وقاعد بمكان وبتحسه ذهنيا عنده مشاكل فصارت فترة أنه بتقيد كيف بصير القتل إما أبتعد وأغيب حتى ينساني أو تختار دور معاكس أو تختار تماماً معاكس 180 درجة. في ناس بتركب على النجاح يعني بيقول لك نجحت بهذا الدور بخاف أني أعمل شيء. أنا مسألة التجريب ومسألة البحث وهو الفن كله مغامرة فكنت دائماً أهرب من أقصى لهيك لهيك يعني يكون عامل دور كوميدي فارس أحياناً تلاقيني فجأة بنفس السنة مقدم دور مثل ما بيقولوا عنه تقيل ورصين وفيه بحث كتير وفيه يعني هاي القصة حاولت اشتغل عليها خلال هالسنوات كلياتها اني كون ماني مقطر بنوع معين من الادوار حاول دائما ابحث عن الدور الجديد المختلف على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون لانه حتى الناس تلاحظ انه احيانا بيشوفوا الممثل نفسه بنفس الجرافي حتى ما عنده استعداد يغير فرقه يعني ما بغير ثيابه بين مسلسل ومسلسل بكون عم بيصورهم بنفس الوقت بينتقل من موقع تصوير الى موقع تصوير تمام آخر. بس صدقني الناس يعني الناس صارت ما يعني بهذا الزمن الاستخفاف بعقول الناس ما عاد ممكن تمام. ما عاد ممكن يعني فضلا انه غير اخلاقي بالاساس يعني حتى لو كان ممكن فهو غير اخلاقي بالتاكيد ساتابع مع حضرتك ولكن اسمح لنا نتوقف لاستراحه اخيره ثم نتابع بيت القصيد.
مشاهدينا على القسم الأخير من بيت القصيد مع الفنان عبد المنعم عمايري، وبفقرة علامة فارقة رح نشوفك سوا ببيروت. علامته الفارقة أنه لا يبدو غريباً في المدن الغريبة التي تستضيفه، من الشام إلى بيروت إلى دبي، وجد لصمته صداً في الأعمال التي أداها خلال السنوات القليلة الفائتة، صداً يقول إنه برغم الصمت يقاوم. قهوي على المفرح في موقدي وفي نار، نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار. الفلسطيني المغلوب بحب الشام آثر أن يسكت بينما تخترق رصاصات الكلام السياسي والتخويني أجساد وسير الفنانين. لكن حركته المدروسة وإصغاءه إلى التفاصيل واختفاءه المفاجئ تشي جميعها بأنه يعد لعمل جديد، ومع ذلك يبدو عمايري لمن لا يعرفه كمن احترف قتل الوقت بينما يستمر في الإبداع بلا أدنى ضجيج. كيف توصف لي علاقتك ببيروت اللي اليوم هي يعني المدينة شبه مقيم فيها حضرتك؟ بيروت علاقتي فيها قديمة، وتحديدا بهذا الشارع، يعني شارع الحمراء اللي فيه أصدقاء لنا شعراء وصحفيين. علاقتي بالشارع يمكن يعني هدول الناس بحس هن، وهي الأماكن بحس أنا كتير بنتمي لها وما بحس نعيش بدونها. اليوم موجود بلبنان حضرتك أنت وزوجتك الفنانة والممثلة القديرة أمل عرفة، من حييها بالأول، مسيها بالخير لأمل، ومسي مريم وسلمى. مريم وسلمى. وسلمى الله يخلي لك. سرت شائعات أو صار في انفصال بيناتكم لمدة أسبوع، محاولة انفصال فاشلة. ليه بعد يعني عمر من الزواج؟ نحن اثنين عاديين بسيطين مثل أي اثنين تانيات حبوا بعض وتجوزوا مثل أي شاب وبنت، وبيمرق سنين طويلة، بس أحيانا بصير انفصال غير الطلاق، يعني بصير خلاف، هذا طبيعي، يعني ما لنا عايشين نحن مثل أي اثنين طبيعي. دربتوا على الانفصال ما زبطت معكم؟ هي موتت بقدر ما هي، يعني واحد بيستريح، يعني بيستريح أحيانا من حاله، فأنت إذا استرحت أسبوع بين قدومنا من دبي وجيتنا على بيروت فتقريبا بهذا الشكل أخذت شكل أكبر من حالتها. ما بقى يحكوا أي شيء العالم تقريبا، والصحافة والإلكترونية تحديدا، سوى عن هذه المسألة، وكأنه هي الحدث الأكبر، مع أنه كان بنفس السنة بنفس اليوم يمكن ساركوزي الرئيس الفرنسي انتخابه سقوطه انطلق نفس اليوم، وبوتين يمكن طلق، وما بعرف مين كمان، يعني تركوا كل الدنيا. هو انفصال كان لمدة مثل ما قلت يعني أيام، بس تناولوا الناس بشكل كتير كبير وبلشوا يحكوا عنه. كيف توصف الشراكة بينك وبين أمل عرفة؟ طبعا لو من اثنينكم تحت الضوء واثنينكم معروفين ما بنسألك النوع من الأسئلة، بس عم نسألك كونكم يعني اثنين يعني كل حدا استاذ زاهي، كل حدا له خصوصيته، كل حدا عنده مسافة. أنا بشوف دائما المسافة بين الاثنين إذا بتكون موجودة هذا كتير ضروري. عندما تقترب هذه المسافة وتصير ملغية، هون بتصير المشاكل والإشكاليات. يعني أنا بتعامل كصديقة أكثر ما تكون زوجة، بتعامل مع بعضنا، ما بتعامل فنانين مع بعضنا. بني آدمين اثنين، يمكن بنحكي بالأمور الحياتية اليومية أكثر ما نحكي بالفن أنا وياها، بجوز تفاجأ يعني. إلا نادرا، هي إلى خصوصيتها بأدوارها بشغلها،
وحياتها وأنا نفس الوضع. كيف بتشوفها كممثل وكفنانة عموما؟ بالتأكيد هذا يعني ما لأنه يعني أنا شهادتي مجروحة فيها، بس أمل عرفة يعني هي حالة استثنائية بالدراما العربية، مو فقط في سوريا. وهذا وين استثنائيتها؟ وين استثنائيتها؟ عندها خصوصية عالية، عندها درجة عالية من الشفافية العالية والتلقائية والعفوية والإقناع والصدق من خلال أدائها، وبالتالي تدخل إلى كل قلب وكل بيت وكأنها فعلاً ما عم تمثل وفعلاً بحسوها قريبة منهم. هاي مسألة كتير يعني شاطرة فيها بشكل من الله هاي. بالإضافة أنه هي بتشتغل على حالها، لم يعني تقف عندها هذه العتبة فقط، وإنما يعني أمل عرفة كل يوم تقرأ كتاب، إلي 13 سنة معها كل يوم تقرأ كتاب، يعني مو أنه عم بقول لما جاء 5 صفحات 10 صفحات كتاب كامل، يعني ممكن يزيد منه مثلا 50 صفحة 20 صفحة، ما بعرف كيف بتلحقهم. واحدة بتحاول كل الوقت تشتغل على حالها أنها تشوف أفلام، واحدة بتتعلم من بناتها الأطفال، بتقول لي فن التمثيل اكتشفته منهم، لأنه الطفل بتعطيه اللعبة بلحظة بيضحك، بتسحب اللعبة منه بينزلوا دموعه، صادق إلى درجة استثنائية. وبالتالي هاي الغريزة وهذا البحث بعالم الطفل أنا بشوف أنا وياها تعلمنا، وكأنه كل شيء درسناه بالمعهد كان بكفة، والتعلم من الطفل بكفة تانية. شفناها مؤخرا بعمل مونودرامي بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، شفناها بعمل من إخراج أستاذ أسعد فضة، والنص كان للكاتب الأردني الفرائي عاطف فرائي، البحث عن عزيزة سليمان. ممكن نشوفكم يعني شاركتوا أنتم بأعمال سوا سابقا تلفزيون بالمسرح؟ لا بالمسرح لا. ما اشتغلت. ممكن نشوفكم بعمل مسرحي أو تلفزيوني مجددا؟ هلا دائما كانت تقول لي أنت بتستنى لا يا لا أحبال يا لا يكون في عندي تصوير حتى ما تشاركها بمسرحك. أنا أستاذ زاهي بالمسرح شوي صعب يعني مشان أنا أكون واضح، ويمكن بس ممثل كويس حتى بالمسرح. أنا صعب شوي بالشغل يعني بشغلي شوي بطريقة شغلي شوي صعب. وأنا هون بالمناسبة وجه تحية لكل الممثلين اللي اشتغلوا تحت إدارتي، وأنا اشتغلت معهم بالأحرى مو اشتغلوا معي، من الأساتذة الكبار والصغار بكل مسرحياتي. انه شو صعب قاسي يعني على الممثلين يعني دكتاتور بتعاملك؟ ما موضوع دكتاتور، قلت لك هو فن ديمقراطي المسرح بامتياز، ولكن احيانا يعني بكون صعب شوي، عصبي زياده عن اللزوم، حاله الادرينالين والتوتر بتكون باعلى حالاتها، ما بجامل نهائيا، ما بساوم، بروفتي صعبة كتير تمتد للتسع ساعات أو 10 ساعات متواصل. بيهدوا معك الممثلين كل هالوقت يعني بيلتزموا بالعشر ساعات بروفة؟ يعني هون ممثلة زميلتنا صارت هلأ حاليا نجمة عربية سلافة معمار، اشتغلت معي بصدى بأول تجربة لها كانت، وعملت لها حضور استثنائي بالساحة ومشهد الثقافي والفني مو فقط السوري حتى العربي، لأنه فعلا المسرح بيدعك الممثل وبيعرقه وبيجبله هي. وفيما بعد هي صار لها اسمه إلى آخره، لما اشتغلت فوضى فعلا كان عندها دور صغير يعني، فقالت لي أنا بعتذر عن التلفزيون، بعتذر عن أي شيء، بس إجي على هذه التجربة، لأنه بالتجربة بالشغل بالمسرح ومعك يعني بلاقي حالي كتير وبستمتع، المتعة بمعنى المعرفة طبعا، وبكتشف أدواتي من أول وجديد. فيمكن يلي بده يشتغل بيعرف أنه صعب كتير، والبروفة صعبة كتير، والشغل كتير صعب، بس بيعرف كمان بياخذ بعين الاعتبار انه فيما بعد المتعه ستاتي عندما ننتهي باول يوم اخر بروفا جنرال باول يوم عرض. يعني على الارجح نشوفك انت وامل عرفه بالتلفزيون اكثر ما نشوفكم بالمسرح معنا. لا هلا في احنا اشتغلنا كثير تلفزيون مع بعضنا، وفي تجربه الحقيقه مسرحيه مكتوبه يعني لامل من فتره، وكمان بستنى الظرف المناسب لحتى نساويها ان شاء الله قريبا. يعني بعتقد هي ممكن نساوي، لانه البروفات بالبيت يعني ما حنضطر نروح على مكان ونطلع يعني، بس لحتى نتفرغ انا وياها شوي، المسرح بده تفرغ وبده تفرغ ذهني ايضا. طبعا الفنون مفتوحه على بعضها مثل ما بنعرف. استاذ عبد المنعم، كيف علاقتك بالشعر وبالموسيقى بشكل عام؟ ايه علاقتي بالموسيقى قويه كثير، علاقتي بالفن التشكيلي قويه جدا. نعم
يعني محترف تذوق إذا بدك. شو اللي بقدم لك يا الفن التشكيلي كممثل؟ كتير يعني. أنا بقول لك شو لون الشخصية، بيكون في إلى لون، في إلى لون ما هذا بيطلع، ومن خلال اللون بعرف كيف أرسم سماتها الأخرى، رسم الشخصية ككل، ألوانها، مزاجة، المزاجة اللوني حتى فيها، في كتير أشياء. الفن التشكيلي بيساعدني بالمسرح كمان كتير، على صعيد اختيار ملابس، وعلى صعيد نقاشي مع مصمم الملابس أو الإضاءة، ولما بدي أشتغل على فلسفة الضوء وحساسيته، لأنه الضوء له علاقة كتير بالفن التشكيلي، الضوء والظل والنور والعتمة كل هذه العناصر المسرح كلها بالمسرح، وبشغلي أيضا كممثل كيف بختار أحيانا بناقش الشعر. الشعر أكيد أنا يعني بتزوقه كتير وبقرأ شعر. مين شعراءك؟ منيح والله. في يعني في أكيد أنت بقرأ لك يعني ولأنه موجودين يعني، في هالة محمد صديقتنا بقرأ لها، في شعر جيد لقمان ديركي كانت مثلا من الشعراء اللي موجودين من جيلنا وأكبر شوي صغيرة، محمد الماغوط بالتأكيد يعني، محمود درويش، نزار أبا، يعني الأسماء اللي موجودة إن كان المعاصرين وحتى بالنسي الحاج طبعا أنا بهالمناسبة بقول الله يرحمه، وكان يعني خسارة كبيرة للشعر والأدب العربي ككل. أكيد خسارة لا تعوض. عم نشوف على إحدى القنوات عم نعرض لك مسلسل خواتم من أعمالك جديدة، إلى جانب يعني هذا العمل هناك عم بتصور لو. عمل بعنوان لو مع مين؟ عمل عربي أنا ومع الأستاذ سامر برقاوي. نعم. وهو عمل تقريبا لبناني مصري. نعم. سوري، في يوسف مسترق. الخال، وفي عابد فهد، وفي نادين نجيم، وايضا في زملاء من مصر، وديما بياعه انا وياها. نعم. شغلنا مع بعض. نعم. من سوريا. الجزء الثاني من صرخه روح صورت خماسيتين. نعم. هو عباره عن خماسيات بيحكي عن الخيانه الزوجيه، ماده منيحه. اشتغلت خماسيتين صورتهم، واحدة أنا انتهيت من تصويرهم، انتهيت من تصويرهم، واحدة كانت أنا والأستاذ بسام كوسا ومثلناها من إخراج إياد نحاس. نعم. وواحدة كانت أيضا على سيرة يوسف الخال ونادين نجيم، وهيك كيف عم تشوف المشاركة اللبنانية بالأعمال السورية أو بالأعمال السورية المصرية المشتركة؟ لنكون واضحين كتير. نعم. أستاذ زاهي، بهي المسألة راح بصير في لغط كتير يبدو بالفترة الأخيرة حول هاي المسألة. أنا بشوف أنه الممثل اللبناني لم ينشأ الآن يعني. أنا كتير في عندي أصدقاء ممثلات وممثلين لبنانيين اللي بنشوف بعضنا مهرجانات المسرح، إن كانوا المسرحيين التقال مزبوط يعني بكل ما تعني الكلمة، بنات ويعني شباب على مستوى عالي جداً. ويمكن الانتاج الدرامي اللبناني كونه ما هو مثل بكثافة الانتاج السوري، يمكن هي احد الاشياء اللي غيبت الممثل اللبناني، مع انه بيستاهل اكثر بكثير من الحالة اللي هو فيها. مؤخرا صار في اعمال مشتركة. نعم. ظهر بعض الممثلين اللي انا بعرفهم من قبل، ولكن المشاهد العربي شافهم وحبهم. نعم. بتشافون عن جديد. تماما يعني يعني كارميل لبس بدك تقول عنها جديدة أو هلأ تم اكتشاف كارميل لبس، يعني قيمة وقامة فنية. صحيح. مهمة جدا. صحيح. ولا رولا حمان مع حفظ الألقاب، ولا مؤخرا شفت بمسلسلات نادين الراسي سيرين عبد النور، يعني الناس عم يشتغلوا على حالهم وقلن وجود وقلن مساحة كبيرة وقلن نجومية كبيرة صار الوطن العربي، وهي مسألة قياسية بفترة. ندى أبو فرحات مثلاً أنا بشوفها ممثلة، يعني أشوفها ممثلة استثنائية، وأيضا ممثلين موجودين صاروا على بالمشهد الدراما العربية من خلال يمكن استفادوا بوجودهم بالدراما السورية مع مخرجين إمكانياتهم عالية جدا، ليس حجه وغيره. نعم. التقنيين، الممثل السوري صار في هذا التلاقح الثقافي الإنساني، يمكن هذا بين الممثل. هي ما قلت لك الشراكة كتير تلعب دور. فأنا بوجه تحية لكل الممثلات والممثلين اللبنانيين اللي مؤخرا أنا عم شوفهم، وأنا ما عم بحكي لأني بس فعلا لأنه أنا بعرف
وهناك إمكانيات وطاقات صدقني أنا بشوفهم بالمسارح. أنا أتمنى تسليط الضوء على هدول الناس لأنه بيستاهلوا. هدول على فكرة من جيلي وفي منهم قبلي، وأنا فعلا بتطلع بقول أنه حرام بشوفهم على المسرح ولا بشوفهم بالسينما أحيانا طاقات استثنائية وغير عادية، حرام هدول ما ياخذوا فرصتهم. هن أكيد بردوا لك تحية بالمثل. أنا بشكرك كثير وبتمنى لك التوفيق على المستويين يعني الإبداعي والأسري. من حملك تحيات لأمل، تحيات كبيرة، ومن خلالك للشعب السوري ولسوريا بنتمنى كل الخير والخلاص من هذه المأساة الكبرى التي تعيشها سوريا. شرفت بيت القصيم. أنا بشكرك كثير أستاذ زاهي وبشكر برنامجك، و وأنا تمنياتي مثل ما قلت حضرتك وبتمنى فعلا لسوريا بلدي وأهلي وناسي ترجع الأمن والأمان والحياة السعيدة لكل الناس، ويا رب يرحم كل شهداء الأمة العربية. الله يسمع منك وكل الخير للعرب أجمعين، وشكر أكبر لمشاهدينا، نلتقيكم على خير بإذن الله.